السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة فك لابتوب اتش بي جي 6. الجهاز ده هو طبعا ليه طريقة مهمة جدا. قبل أي حاجة بفك المسامير اللي تحت، بعد ما بفك المسامير اللي تحت بخلع الغطا، بخلع الرماد، بخلع الهارد. دي كل أمور سهلة جدا وبسيطة وشرحناها قبل كده أكتر من مرة، وطبعا دايما ببتدي بخلع البطارية. بعد كده أهم معلومة بقى إن أنا بخلع من عند الكيبورد، من عند الكيبورد وبدخل بالطريقة دي. بعد ما برفع الكيبورد بفك المسامير كلها اللي قدامي، وبعدين بفصل الفلاتة بتاعت الماوس. الفلاتة بتاعت الباور. كل الفلاتات اللي قدامي بفصلها، وبعد كده ببدأ ارفع الايه